معنا من نجران على الحدود السعودية اليمنية موفد العربية محمد اليوسي. محمد مرحبا بك، أولا الصورة في نجران كيف هي الآن؟ ماذا عن استعدادات الناس كذلك للعيد؟ نعم خالد، كافة القرى الحدودية الموجودة في نجران يعيش سكانها حياتهم بكل صورة طبيعية ولا يوجد أي أمور تعكر صفو السكان المتواجدين في هذه القرى. طبعا هناك عمليات رمي مقذوفات عسكرية يحصل في الخطوط الأمامية أمام القوات السعودية المرابطة على الحد طبعا على الحدود السعودية على كافة الشريط الحدودي في نجران، ولكن هذه المقذوفات تسقط في مناطق خالية ويتم الرد عليها مباشرة من القوات السعودية. بالنسبة لحياة الناس في الليل استعدادا للعيد، هناك ازدحامات بشكل كبير جدا في طرق مدينة نجران، كافة الأسواق مليئة بالناس، هناك زوار يأتون خصوصا أهالي المنطقة يودون قضاء فترة العيد والإجازة هنا في هذه المدينة. هناك خبر آخر طبعا حصل في محافظة الطوال جنوب منطقة جازان، وهو إصابة أحد المواطنين السعوديين جراء سقوط مقذوف عسكري بجوار منزله. الدفاع المدني هناك أعلن بأنه باشر هذا البلاغ وتم نقل المواطن إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت إصابته بسيطة. طبعا هذا الشيء لا يعكر صفو طبعا المتواجدين في كافة القرى الحدودية، لأننا نعلم بأن هذه المقذوفات ذات أثر بسيط جدا ولا تتجاوز المترين فقط على مستوى الأرض، لذا فإن هذه المقذوفات تطلق بشكل عشوائي وتسقط في الغالب في أماكن خالية من السكان أو أمام الخطوط الأمامية للقوات السعودية في المنطقة الفاصلة ما بين السعودية واليمن. طيب يعني بالنسبة للقرى الحدودية أيضا، هل هناك أي مواجهات يمكن الحديث عنها في نجران أو سقوط لأي مقذوفات على هذه المناطق؟ المقذوفات تسقط كما ذكرت لك، ولكن تسقط في المنطقة المحايدة ما بين السعودية واليمن. القوات السعودية بكافة قطاعاتها، حرس الحدود والحرس الوطني وأيضا الجيش السعودي ممثل وزارة الدفاع، طبعا تقوم بالرد على مصادر النيران مباشرة. لم تشكل هذه المقذوفات سقوط أي إصابات أو حتى أي آثار على مباني، لأنها تقع في منطقة خالية من المباني والسكان. الوضع حاليا عما كان عليه قبل شهر اختلف كثيرا وبصورة كبيرة جدا، وذلك لأسباب عديدة، كان من أهمها طبعا مراقبة الشريط الحدودي من قبل القوات السعودية بصورة ممتازة جدا. لم يتم تجاوز أي من الحدود السعودية من قبل الميليشيات التي حاولت مرارا الدخول إلى المملكة، إضافة إلى قيام قوات التحالف بغارات دائما نهارية وليلية على تجمعات الحوثيين ومراكز السلاح المنتشرة، لذا كانت الصورة طبعا طبيعية خلال الأيام الماضية وتحديدا خلال شهر كامل. هل هناك إعلان عن أي فعاليات ترفيهية بمناسبة العيد كذلك، أو أي فعاليات يعني تبنتها أي جهة من الجهات الحكومية أو غيرها في نجران؟ نعم، نحن الآن في فصل الصيف طبعا، وهو طبعا يشكل إجازة لكافة المواطنين في السعودية، إجازة الطلاب طبعا وأيضا إجازة الدوائر الحكومية بمناسبة العيد. هناك فعاليات تقوم بها كافة المحافظات السعودية في كافة المناطق، ونتحدث الآن عن جنوب السعودية على المناطق الحدودية. هناك فعاليات في منطقة في مدينة نجران، أيضا هناك فعاليات في منطقة جازان، هناك فعاليات في مدينة شرورة التي كنا فيها البارحة. الفعاليات تتضمن ألعاب شعبية وأيضا مسارح للطفل وبعض الاحتفالات الأخرى المتمثلة في مسابقات للأطفال وأيضا للكبار وبعض العروض المسرحية. وأنت بتعيد في نجران يا محمد ولا وين؟ والله احتمال نجران واحتمال شرورة واحتمال دبي. تسلم أنت. طيب إذن من نجران على الحدود السعودية اليمنية موفد العربية محمد اليوسي، شكرا لك.